السلام عليكم. لو انت بتشوفني اول مره، انا هوري سعد، محيط بقسم علوم الاغذيه، وبحضر الماجستير دلوقتي في دوله رومانيا. والنهارده انا بعمل الفيديو من داخل الجامعه اللي انا بدرس فيها الماجستير. في اسئله كتير جات لي عن طريق الرسائل، ايه هي اهم الاسئله اللي احنا بنتسالها في المقابله الشخصيه؟ وفي الحقيقه انا عملت اكتر من مقابله وفي اكتر من سفاره واكتر من دوله، علشان كده انا ابتديت يعني اجمع كل الاسئله اللي انت ممكن تتسال فيها، وان شاء الله هتكلم عنها في فيديو النهارده. اول حاجه المقابله الشخصيه، علشان تبقى عارف، هي 3 انواع، يعني ممكن تكون عبر السكايب او ممكن تكون عبر التليفون، او ما تستغربش ان هي ممكن تكون من خلال التليفون. يعني عادي، انا في مره كنت مقدم في منحه وقالوا لي تحب تعمل المقابله الشخصيه في عن طريق السكايب ولا عن طريق الموبايل، فانا مره اخترت عن طريق الموبايل عادي. وممكن تكون المقابلة الشخصية عن طريق الفيس تو فيس، يعني انت بتروح تقابل شخص سواء كان في السفارة او في القنصلية، وتبدأ ان انت تتكلم معاه ويتكلم معاك وتشوفه ويشوفك. في البداية لو انت هتعمل مقابلة شخصية عن طريق السكايب، انت اولا اللي بتحدد الميعاد وبتحدد اليوم والتاريخ واي وقت بالظبط اللي هيتصل بيك الجهة اللي هتتصل بيك وهيكلموه. فانت يا ريت تختار ميعاد يكون مناسب ليك، ما يكونش عندك اي شغل تاني، ما يكونش عندك اي ارتباطات تانية، في نفس الوقت يكون مفيش دوشة حواليك، وما يكونش في وتكون الأوضة مترتبة ومتنظمة. طيب انت هتسأل، هو ده بيسيب انطباع؟ بيسيب انطباع. لو مثلا الأوضة بتاعتك مش مترتبة وحياتك مش منظمة في الأوضة وانت مش لابس كويس، الشخص اللي بيبان معاك المقابلة بيقول عليك ان انت يعني انسان مش، على الأقل مش منظف في الأوضة بتاعتك او مش مرتب أوضتك يعني. فيا ريت لو انت تعمل مقابلة عن طريق السكايب تختار وقت تكون انت فاضي فيه وتكون مرتب دنيتك كويس. اما لو هتعمل مقابلة عن طريق المقابلة الشخصية، فأول حاجة يعني تلغيها من حساباتك موضوع التوتر وان انت تكون متوتر كده، ولا خليك ريلاكس على طبيعتك. هي مش اول الدنيا ولا اخر الدنيا، عادي. انت ممكن يعني وانت رايح تحط في دماغك ان المقابلة الشخصية دي حاجة سهلة وحاجة مش، لان الخوف ده جوايا وجواه وجوا كل الناس، حاجة في طبيعة البشر يعني. بس للأسف التوتر وان انت تكون يعني مش واثق من نفسك بيضيع عليك فرص كتير قوي في حياتك. فالموضوع سهل جدا، يعني انا هضرب لك مثال. انا في مره عملت مقابله شخصيه عن طريق السكايب. المقابله الشخصيه دي كان المفروض هو يسالني 5 اسئله وانا اجاوب على 3 صح المفروض عشان اخد منحه دراسيه. وكان ال5 اسئله متعلقين بمجال الاغذيه، المجال اللي انا بشتغل فيه محيط في الجامعه. انا طبعا دي كانت اول مقابله شخصيه في حياتي، كانت عن طريق السكايب. ففي الاول الراجل بيقول لي ان احنا هندي لك 5 اسئله، يعني المفروض انت تجاوب على 3. فانا قلت له ماشي اوكي. فابتدى يسال الاسئله، انا جاوبت على سؤالين كويس جدا، وفي سؤال انا ما كنتش عارفه خالص، وفي سؤال انا جاوبت عليه نص نص يعني، والسؤال الخامس انا كنت عارفه وواثق منه متاكد. مش كده بس، ده انا اصلا كان عندي سيكشن للطلبه في اليوم ده قبل المقابله الشخصيه، يعني كنت رايح يعني بدي سيكشن للطلبه عندي في الجامعه، وخلصت السيكشن رحت على المقابله الشخصيه. السؤال كان بيتكلم عن التعقيم وعن التطهير والبسطره والحاجات اللي زي كده في الاغذيه. فانا من كتر التوتر، مع انه سؤال سهل جدا، بس من كتر ان انا كنت متوتر وخايف ما عرفتش اجاوب على سؤال سهل بالطريقه دي يعني. فانت خليك على طبيعتك وانت رايح، بلاش ان انت تكون متوتر يعني. برضو انت ممكن تسال نفسك سؤال، هو ايه اللغه بتاعه المقابله الشخصيه؟ اول حاجه ممكن تكون اللغه المقابله الشخصيه باللغه العربيه عادي جدا، يعني ما تستغربش ان انا بقول باللغه العربيه، ان في سفاره تركيه عادي بيعملوا مقابله باللغه العربيه عادي، في سفاره اليونان ممكن يعملوا مقابله باللغه العربيه عادي، الا في حاله لو هم طلبوا منك ان المقابله تكون باللغه الانجليزيه، فانت بتحضر حالك ان المقابله تكون باللغه الانجليزيه. من ضمن الاسئله اللي انت تسالها لنفسك، هو اصلا المقابله الشخصيه دي بيقيس منها ايه؟ اول حاجه المقابله الشخصيه بيقيس منها 3 حاجات. اول حاجه قوتك العلميه او مستواك العلمي، تاني حاجه مستوى اللغه بتاعك، تالت حاجه الثقافه بتاعتك، مستوى الثقافي اللي عندك.
لو هو بيقيس المستوى العلمي، زي مثلا انا ما عملت مقابله شخصيه عن طريق السكايب، هو بيقول لي ان احنا هنسالك 5 اسئله، كانوا كلهم ال5 اسئله علميه ما لهمش علاقه باي حاجه تاني. في مقابله شخصيه تاني بيقيس من خلالها مستواك اللغوي في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا لو انت مسافر روسيا، مسافر الصين، مسافر تركيا، انا عارف ان انت هتاخد في الاول كورس اللغه البلد اللي انت رايح تدرس فيها، بس في الاول وفي الاخر. يعني مثلا لما رحت رومانيا بدرس اللغه الرومانيه في الاول باللغه الانجليزيه، فهو عايز يتاكد منك ان انت على الاقل عندك محصله لغويه في اللغه الانجليزيه، تعرف بعض الكلمات. يعني برضه بيقيس من خلال المقابلة الشخصية مستواك الثقافي، يعني بيبدأ يسألك أسئلة عامة فأنت بتجاوب عليها، بيبدأ يسألك، ممكن يسألك في الأحداث الجارية في العالم كله المحيط بيك دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي فيروس كورونا منتشر في العالم، فبيسألك أنت إزاي تحمي نفسك من حاجة زي كده، فأنت بتقول له مثلا إن أنا أغسل إيدي باستمرار، إن أنا ألبس ماسك، الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها كتير دي. الحاجة برضو اللي تخلي بالك منها وانت رايح المقابلة الشخصية اللبس. يعني انا افضل ان انت ما تروحش لابس بدلة، البدلة دي حاجة رسمية شوية وبتدي انطباع اللي قدامك انك انت انسان تقليدي شوية زيادة عن اللزوم، فانت روح عادي بطبيعتك، لبسك يكون شيك جميل، مش لازم يكون غالي قوي بس يكون نظيف وكويس ويكون متناسق مع بعضه. انت من خلال اللبس بتدي انطباع للي قدامك ان انت انسان مهذب، انسان شيك في لبسك، تجيد ان انت تلبس كويس وان انت مهتم بالمقابله الشخصيه دي، عشان كده لابس كويس ولابس شيك. اتكلم دلوقتي عن الاسئله اللي هو ممكن يسالها لك في المقابله الشخصيه. اول حاجه هو بيسالك عن اسمك وسنك وانت ساكن فين، فانت بتبدا تجاوب عادي. تاني حاجه ممكن يسالك عن التخصص اللي انت رايح تدرس فيه، تجاوب انا رايح مثلا ادرس في تخصص الهندسه، تخصص الطب، تخصص الزراعه، بتشوف التخصص اللي انت رايح عليه وبتقول انا رايح ادرس في تخصص كذا ورايح ادرس بالتحديد مثلا ماستر دكتوراه وهكذا. برضه هيسالك طب انت ليه اخترت مثلا رومانيا، اخترت روسيا بالتحديد للدراسه فيها، فانت في الحاله دي انت بتجامله، يعني بتبدا ان انت تقول له مثلا ان روسيا دي او رومانيا او الصين او اي دوله من اللي انت مختارها قويه جدا في المجال اللي انت رايح تدرس فيه. لو انت مثلا رايح تدرس هندسه بتقول له ان روسيا دي قويه في الهندسه، حتى لو هي مش قويه بتبدا ان انت تقول له اصلا هم قويه في المجال ده، وان الدوله بتاعتكم دي قويه في مجال الهندسه او مجال الطب او مجال الزراعه. هو مش هيسال ولا يدور ولا يدور، بس انت بتحاول ان انت ترديه باجابات مقنعه. وبرده لو انت مثلا رايح رومانيا، رايح الصين، بتقول له والله مثلا انا بحب اتعلم اللغه الصينيه وبحب اتعلم ثقافه وبحب وعايز اتعلم الثقافه الصينيه وهكذا. يعني برده هيسالك يقول لك مثلا الراتب، يعني معظم المنح احيانا بيبقى الراتب بتاعها مش عالي قوي، يعني بيقول لك مثلا ان راتب المنحه قليل، فانت في الحاله دي هتعمل ايه؟ لو انت مثلا رايح دوله زي الصين فما تقولوش ان انت رايح ان انت ممكن تشتغل بجانب الدراسه، لان الصين ما فيهاش شغل للطلبه. فبتقول له مثلا ان حد من اهلك هيبعت لك مصاريف شهريه. لو انت رايح دوله اوروبيه بتقول له ان ممكن لو لقيت شغل مناسب بجانب الدراسه ممكن اشتغل، وفي نفس الوقت اهلي هيبعتوا لي مرتب شهري. برضه هيسالك طب انت بعد الدراسه ناوي ترجع مصر ولا لا؟ في الحاله دي قول له اوكي انا بعد ما اخلص الدراسه اكيد ان انا هرجع بلدي، بس في حاله ان انا لقيت فرصه مناسبه للشهاده بتاعتي ولقيت شغل مناسب ان انا ممكن افضل في البلد اشتغل فيها عادي، بس في حاله ان انا لقيت حاجه مناسبه ليا وفي نفس الوقت ما يكونش ده ضد القانون او يكون حاجه مسموح بيها في البلد بعد ما اخلص ماجستير او بعد ما اخلص دراسه. يعني بصفه عامه ممكن يسالك طيب احنا هندي لك منحه انت هتستفاد بيها، هتفيد البشريه ازاي بعد كده؟ فانت بتقول له ان انا هبدا اطبق العلم اللي انا درسته ده في حياتي العمليه بعد ما ارجع بلدي، او ان انا اطبقه في البلد اللي انا رايح ادرس فيها. ممكن برضو يسالك طب بلدك هتستفاد منك وانت هتفيد البشريه، طب احنا كدوله هنستفاد ايه؟ فانت بتقول له ان انت هتكون متعاون جدا مع المشرفين بتوعك خلال فترة البحث العلمي بتاعك، وان انت حتى بعد رجوعك لو هم احتاجوا منك اي شيء فانت هتقدم لهم كل الدعم ده عادي مفيش مشكلة.
برضو ممكن اسالك، انت شايف حياتك المستقبليه ازاي؟ شايف حياتك في المستقبل عامله ازاي؟ هتبدا ان انت تجاوب تقول له انا بفكر دلوقتي ان انا اخلص فتره الدراسه بتاعتي اذا كانت ماجستير او دكتوراه، وبرضو بعد ما اخلص ناوي ان انا افتح مشروع خاص بيا. وانت مش متجوز هتقول له ان انا ناوي مثلا اتجوز واكون اسره. لو انت ممكن تقول له برضو ان انت ناوي تتعلم لغات وناوي تاخد كورسات عشان تقوي الناحيه العلميه عندك شويه، وهكذا يعني. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اركز عليها وانت رايح تعمل المقابله الشخصيه، شيل التوتر خالص من دماغك، وحاول ان انت تعمل بروفه مره واتنين ازاي تعمل مقابله شخصيه انت كده مع نفسك في الاوضه بتاعتك، واقف قدام المرايه واقف كده ثابت، ما تخافش ما تقلقش، لان دايما الخوف والتوتر بيضيع مننا فرص كتير في حياتنا. زي ما قلت لك قبل كده، انا كنت في اسئله انا كنت عارفها، ولما سالت عن طريق السكايب ما عرفتش اجمع الاسئله دي من كتر ما انا مثلا اول مره في حياتي كنت رايح اعمل مقابله شخصيه وخايف ومتوتر. المقابله الشخصيه سهله جدا، كل الحكايه ان انت لازم تكون واثق من نفسك، تتدرب على شكل مقابله شخصيه مره واتنين حتى مع حد من اصحابك مفيش مشكله. لو انت عمرك ما اتكلمت مع حد وانت بتتكلم بتلاقي وشك كده اتخض وملامح وشك باين عليها الخوف والكلام ده، ده معناته ان انت ما خدتش تدريب كفايه عن لغه الجسد، وان انت ازاي تتكلم مع الشخص اللي قدامك من دون ما انت تخاف، ومن غير انت ما تخاف، ومن غير مفيش حاجه تخوفك. فحاول تدرب نفسك من دلوقتي على المقابله الشخصيه، وبكده يكون خلص الفيديو. اتمنى ان تكون المعلومات اللي انا قدمتها سهله وبسيطه والناس تستفاد منها. ولو عجبك الفيديو ممكن تشترك في القناه، لو ما عجبكش عادي مفيش مشكله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. سلام.